السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة يا جماعة جاي لكم فيديو جديد. فيديو النهاردة مشتريات الحاجات الدراسية، كراريس، الكشاكيل، كراريس الرسم، حاجات اللي انا اشتريتها لاولادي، فقلت اوريها لكم. ويا رب يا جماعة تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص مفضلش اي حاجة على المدارس، فطلع عمل نزلت واشتريت طبعا الكراريس والحاجات اللي احنا هنعوزوها، فحبيت ان اعمل فيديو اوريها لكم. فاول حاجه انا جايباها، جايبه كشاكين كشكول 40 ورقه اهي. جبت دسته، الدسته 12، جايباها لابني عشان ابني طبعا في 4 ابتدائي ورابعه، طبعا بيعوزوا دلوقتي كشاكيل. حبيت ان انا اقولها لكم. هي طبعا هي متشكله، ده شكل وتحت ده شكل اهو زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لك انا جايبه 12 عشان طبعا هيعوزوا طبعا للعربي والحساب والعلوم والدراسات، هيعوز كلها طبعا كشكل السطور ضيقه، فانا جبت له سطور ضيقه اهي زي ما قلت لك كشكول 40 ورقه. وجبت طبعا دستة كراريس، دي دستة كراريس دي 40، لا دي 20، 20 كراسه، 20 كراسه دول عاملين 45 جنيه. والدستة الكشاكيل دي برضو دي عامله 60 دي، ودي عامله 45. طبعا جايباها لجوجو وجنى، جنى دخلت تمس السنه دي اولى ابتدائي، فهتعوز طبعا كواريس. دي سطور واسعه عربي، فانا جايباها. طلع لكم كمان واحده شكلها حلو عجبهم القطط، هي اهي يا جماعه جوجو طبعا وجنى، وبيحبوا شكل القطة دي زي ما انتوا شايفين. جايبة طبعا 10 كراريس 28 ورقة بستين جنيه، 10 كراريس اهي انجليزي طبعا لجوجو وجنى وحمو، برضو هيعوز برضو انجليزي، فانا جبتهم هما. هما بيعوزوا في المدرسة كل واحد 2 بس، يعني جوجو 2 وحمو 2 وجنى 2 للدراسة والواجب، فقلت الباقي برضو يكون عندي عشان ما تخلص، يبقى انا عندي ايه الكراريس ما اجيبش تاني، بحب اجيب كمية باللي انا عايزاه. هعوزه برضو للدروس، لو كراسة الدرس كروست تشوفي كده. طبعا اللون الارنب ده جميل قوي، هي متشكلة الوان، ولون الدب ده، ولون ده برضو كرتون زي ما انتوا شايفين كده، ده انجليزي طبعا انا جبتهم لهم. احطهم بقى في ريحه الكراسه اللي انا جايباها. وجبت طبعا حساب برضو، جبت 10 برضو ب60، 28 ورقه برضو حساب اهو، وجلدته حلوه عايزه اقول لك زي ما انت شايفه، اشكال زي دي كده بالنوت العسل دي. والشكل الجميل ده برضو اهو، وحابب ينوع لي فيه اهو يا جماعة. حطهم برضو في روح كراريسنا. جبت طبعا كراريس رسم، جبت صغيرة جبت كبير. صغيرة لجوجو وجنى، طبعا جوليا تالتة ابتدائي وجنى اولى ابتدائي اهي زي ما انتوا شايفين كده. دي طبعا جينا عايزاها، مختاره هي الشكل الجميل ده اهي، دي كراسه الرسم الصغيره اهي، دي اشكال تانية زي ما انتوا شايفه. انا جبت 4 اهي عشان لو خلصت بسرعه يبقى اكون انا عندي كواريس رسم اهي زي ما انتوا شايفه، جايب 4 كواريس.
بتوع الرسم عينهم برضو هنا. حمو بقى عشان في رابعه قالوا لي ان هو بيعوز رسم كبير، كراسه الرسم بتاعته بتبقى كبيره، فانا جبت له كراسه الرسم الكبيره دي، دي الرابعه جايبه اتنين هي، عشان برضو لو خلصت يبقى انا عندي واحده تانية زي ما انت شايفه اهي، لان الاوراق ما بتبقاش كبيره. حتى بتسالي مثلا عايزه كراسه رسم اوراق كتير، ما بيديكوش اوراق كتير. هي انا جبت الصغيره للبنات والكبيره للرابعه لمحمد ابني، هما قالوا الرابعه بتبقى كبيره. بس طبعا على جنب عشان اوريكم طبعا الادوات اللي انا جبتها. شايفين بقى كراسنا والقطه اللي شكلها جميل دي، يا جماعه مشترياتي لسه هوريكم. اول حاجه انا جايباها جبت علبه الاله الحاسبه دي، جبتها لجوجو عشان بتاخد بتاعت محمد، ومحمد طبعا بيبقى متعصب، فانا جبت لها واحده اهي، ومحمد لسه هجيب له واحده عشان هو مش عايز دي، عايز نوع تاني ولسه بدور عليه. دي عامله 35 جنيه زي ما انت شايفه كده، الاله الحاسبه الجميله دي. طبعا هطلعها وشوفوها، هي عجبتها، هي صغيره، وطبعا عشان هي في ثالثه ابتدائي فمبيعوزوش كده الاله الحاسبه، فانا لقيت عايزاه قلت لها خلاص. ليها طبعا ليها باب اهو، ودي طبعا تمسك من هنا الميداليه دي، الاله الحاسبه اهي عجبتني شكلها فجبتها لها بصراحه. هي وطبعا جبت المسطره دي، مسطره شايفينها كده، مسطره طويله اهي زي اللي بتتني متتكسرش بتعيش اهي، جبتها طويله. قلت ايه رايكم فيها وايه رايكم في لونها، ولونها حلو هما اللي مختارينه. جبت طبعا الاتنين دول، طبعا هي دي مرضتش اجيبها لجنى لان طويله على جنى مش عارفه تسطر، فجبت طبعا لجنى واحده صغيره اهي. فجيت جبت دي لمحمد، دي كانت لجوجو، محمد عايز واحده من دي، فقلت خلاص خلي دي عندي وانا هجيب له واحده من دي زي بتاعت اخته اهي. جبت طبعا تلات علب الوان كل واحد فيهم زي ما انتم شايفين كده، العلبه 12 لون اهي، جايبه تلاته محمد وجوجو وجنى. جبت قلم جاف ده، وهجيب له قلم جاف كمان لرابعه لان رابعه قلمة جاف، رغم ان لغايه دلوقتي والله بديله قلم رصاص في الدروس وكده، فقلت مش مشكله اجيب له قلم جاف معاه برده وقلم برده رصاص. هما وجبت خمسه رصاص، هما كانوا سته مش عارفه هما فين، لسه هدور على التاني. هما زي ما شايفه كده اهي، وطبعا جوجو بتحب قلم السنون، قلم السنون ده شايفين هي بتحب الشكل ده اهو، بتحب الالوان الهاديه دي. بحاول ارجع لورا عشان اعرف اصور لكم. جبت طبعا بريات، ثلاث بريات اهما، في واحده رابعه عشان الاربعه بعشرة اهو، جبت الاربعه دول الاربعه بعشرة. وجبت الاستيكه دي، استنى اوريها لكم هنا اهو، برضو الاربعه بعشرة. مفيش منهم الوان غير الاسود والابيض، رحت جايبه اتنين ابيض واتنين اسود. شايفه والاستيكات دي برضو هي، كان في المفروض ان انا جايبه من دول اربعه، بس انا مش عارفه اتنين تانيين شكلهم خدوهم بس حطوها في الشنطه بتاعتهم، هما طبعا ما بطلوش كل ما اجيب حاجه بيفضلوا ايه كل شيء يطلعوها، فهبقى الاقيها. وبفتح لقيت بقى يا جماعه ايه رايكم في المشتريات الجميله دي اهي،
طبعا عايز اقولكم ان كل حاجة بتكلف، حتى لو حاجة بسيطة بتبقى مكلفة برضو، يعني لو شايفين الحاجات دي بسيطة بس والله مكلفة، كل حاجة بتبقى متكلفة. فانا ما بحبش ان انا اجيب في كتر، اول انا جبت في المعقول برضو وجبت والله بالنسبة لي ده كترة. ايه رأيكم في الحاجات الجميلة دي؟ زادوا كروس، هجيب واحدة من دي برضو من المسطرة دي محمد عايزها، ولسه هجيب برضو اللي قال حاسبه عشان بدور عليها، فهو عايز نوع معين. وبرضو ما بيعوزوا حاجات في المدرسه بنجيبه تاني، احنا مش اول مره، انت عارفين طبعا في دخول مدارس بيطلبوا حاجات وبنجيبه لهم برضو. يا رب يا جماعه تكون المشتريات عجبتكم والحاجات البسيطه تكون عجبتكم، وقولوا لي ايه رايكم في الحاجات الجميله دي، في حاجات جوجو وجانا وحمو. هي لسه طبعا هجيب طبعا زي ما قلت لكم قلم جاف تاني غير ده معاه برضو اهو يا جماعه. يا رب يكون المشتريات بتاعتي عجبتكم، كل سنه وانتم طيبين وعام دراسي سعيد علينا وعليكم. جينا طبعا كانت بتاخد المسطره وبترفعها، هرجع اقول عام دراسي سعيد علينا وعليكم، يا رب يجعلوا سنه سعيده ان شاء الله، ويجعل اولادنا كلها متفوقين باذن الله، واللي ما حققوش السنه اللي فاتت يحققوا السنه دي باذن الله. ويا رب كلنا يا رب يكون اولادنا متفوقين وينجحوا في الدراسه. كل عام وانتم بخير، ومتنسوش بقى يا جماعه دخل عندي في القناه، اشترك عندي في القناه، وفعل زر الكل عشان يوصل له كل جديد انا بقدمه، وطبعا اللايك بتاعكم الجميل اللي بيرفعلي القناه. ومتنسوش بقى يا جماعه تعليقاتكم حلوه قوي بتفرحني بجد، بسعيده بيكم جدا جدا جدا، لانكم بجد احلى عيله عندي واحلى اخوات. وشكرا ل 11000 اخت واخ عندي بيشتركوا عندي، شكرا جدا جدا ليهم، فعلا انتوا عيلتي التانيه، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. واوعوا تنسوا يا جماعه تعليقاتكم الجميله بتفرحني، وكل عام وانتم بخير، يا رب يكون مشترياتي والحاجات اللي بقدمها حلوه وبتعجبكم، ويكون فيديوهاتي حلوه عليكم وخفيفه، واكون انا مقبوله. ما تنسوش بقى يا جماعه، كل عام وانتم بخير، مع السلامه.